يعني عارف لو هو قريب بس منه وخرجه بره اللعب. قول مبروك، لازم تقول مبروك. مبروك كابتن هاني رمزي، مساء الفل والف مبروك. سيد اهلا بيك، الله يبارك. طبعا بنمسي على الكابتن حماده والكابتن محمد حشيش، مبروك علينا كلنا. مبروك يا كابتن هاني. كابتن بلال كمان بيقول لك مبروك. الله يخليك، ربنا يخليك كابتن بلال، ربنا يخليك. الحقيقه مكاسب كتيره جدا وعديده جدا النهارده، مش مساله بس ان انا بوصل للرقم 12 وبتساوي مع تونس في عدد النقاط، ولا بتصدر قائمه الاكثر تهديفا في كل المجموعات بكل افريقيا، بافريقيا كلها بقى، بجنوب افريقيا، بنيجيريا، بغانا، بكوت ديفوار، بالسنغال، بتونس، بالمغرب، بكله كله. المنتخب المصري النهارده اكتر فريق في التصفيات كلها وصل للنقطه 15، لكن في حاجات كتير جدا بتدي خطوه ايجابيه وبتدي احساس ايجابي وبتدي مردود ايجابي، منها الاعتماد على الناشئين اللي نزلوا النهارده او مجموعه من الصغيرين اللي كلهم نزلوا النهارده، فده يدي لك اساس ان انتوا عندك ثقه فيهم. يعني حتى منتخب صلاح اللي كان بيتقال عليه، وهو ما زال طبعا صلاح له بصمه كبيره جدا جدا وامكانيات عاليه جدا، لكن فيه حلول متنوعه كنا نفتقدها في الماضي يا كابتن هاني، فمكاسب عديده النهارده من اللقاء. زي ما انت بتقول يا كابتن سيدي، يمكن الحمد لله الاداء اداء الحمد لله ونتيجه كبيره الحمد لله، ان انت بترجع للمباراه كنت متاخر ورجعت للمباراه بشكل كويس قوي، انك بتحقق العلامه الكامله لغايه دلوقتي مشوارك بالنسبه للجهاز الجديد ده وحاجه، وتتصدر المجموعه مؤقتا لغايه ماتش النايجر، ده حاجه ايجابيه جدا. والحاجه الاكيد زي ما انت بتقول كابتن، انك بتدخل ثلاث عناصر جديده كلهم لا يتعدى سنهم ال 21 سنه، لعيبه المنتخب كلهم بيدخلهم في هذه المباراه ثقيله، مباراه ما كانتش سهله، فده مكسب برضه لينا الحمد لله بشكل كويس، ان احنا بنحاول ننزل في وبنبني فريق جديد. ولعبنا كره حلوه الصراحه، يعني احنا دايما بنقول للعيب استمتع، يعني انت بتلعب حاجه بتحبها، بيكون طبعا في وفي ضغط، لكن اتمتع بالجيم والعب، العب جيم مفتوح طبعا مع شويه الاخطاء اللي ظهرت. يمكن كنت بسمع كابتن حماده في اخطاء طبعا في الخط الخلفي شويه، واستغلها طبعا المنتخب المصري، منتخب كبير امكانياته اكثر بكثير طبعا من منتخب النيجر وسويسلاند، وبالتالي الاخطاء اللي كانت بتتكرر او الاخطاء في مباراه سويسلاند ما كانتش باينه، لا ظهرت، وده مهم كمان ان احنا نعرف اخطائنا. مبسوطين جدا بالنتيجه، مبسوطين بالاداء، لكن كمان بنقف مع نفسنا في بعض الاخطاء الخط الظهري، لكن اجماليا الحمد لله اجماليا كمان خدنا ثقه الناس، يعني وده كان مهم جدا في المباراه دي بالنسبه لنا، ان كل الناس كانت بتقول يمكن مباراه سويسلاند ونايجر ما كانتش الاختبار الحقيقي. النهارده بنلاعب فريق كبير عندهم عناصر جيده جدا جدا، وبنحقق نتيجه كويسه معاه، ده اكيد برضه بيدي ثقه للجماهير ان احنا شغالين الحمد لله بشكل كويس. طيب الارقام ما بتكذبش، يعني هو انا من هواه الارقام، ولما يتكرر ارقام معينه ولا حاجه ده يدي لك مدلول على طول او مردود ان في حاجه صح بتشتغل. يعني تريزيجيه النهارده من فتره طويله جدا تريزيجيه بيجيب هدفين في مباراتين متتاليتين وبيصنع اهداف، النهارده مثلا على سبيل المثال عمرو ورده بيصنع هدف رقم 3 في المباراتين اللي فاتوا وبيحرز هدف كمان في المباراتين اللي فاتوا. الكرات الثابته في المباريات الاخيره جبنا 3 اهداف، النهارده بنجيب هدف بتاع باهر المحمدي، فاذا في شغل ملموس ومحسوس يا كابتن هاني. الحمد لله، يعني وعاجي من اخر كلامك طبعا المباراه الثابته استحق مهمه جدا جدا، احنا شفنا فرق في كاس العالم بتكسب معظم مبارياتها بالكور الثابته زي فريق انجلترا زي فرنسا، فزي ما بقول لك احنا دايما دايما بنحضر نفسنا بشكل كويس في ماتشات كثيره جدا ممكن تكتيكيا ما تقدرش توصل للمرمى وما تقدرش تكسب غير بالكور الثابته، ده برضه اشتغلنا عليها بشكل كويس. عايز اشكر اللعيبه كمان لان فتره التدريب بتكون قليله جدا، يعني بنحاول نحفظ حاجات كتير في وقت قليل، انا بشكر اللعيبه على تفهمهم لشغلنا في وقت قليل جدا. وزي ما بقول لك كريم، يعني احنا يا كابتن سيد عندنا مشوار الحمد لله ماشيين فيه بخطوات ثابته، الوصول لامم افريقيا، والحمد لله احنا دلوقتي متصدرين المجموعه، كمان عايزين نكمل المشوار باذن الله، ان الفتره اللي بعديها بطوله افريقيا ان شاء الله ننافس عليها بشكل قوي باذن الله. طيب احنا وتونس طبعا، يعني هي حته اللقاءات المباشره، يعني اتفضل عايز تقول حاجه؟ طبعا أوه. يعني احنا في يعني هو اللقاءات المباشره كمان وفرق الاهداف اعتقد كمان في صالحنا، احنا عندنا مباراه النايتر وهم كمان عندهم مباراه سهله مع فريق لا هي اللائحه بتقول اللقاءات المباشره ولا فرق الاهداف؟ يعني بترجع لانهي فيهم؟ مش عايز يعني انا بالظبط ما اعرفش، لكن هي اللقاءات المباشره هم عندهم افضليه اللي هم كسبين 1-0 احنا كسبين 3-2 مش مشكله، بس في التصنيف الاخر ان شاء الله الرحمن يبالينا. عندي نقطتين وكابتن حشيش عايز يقول لك حاجه، عندي نقطتين، يعني قول لي صح ولا غلط عشان تعرف ان احنا يعني الاعداد بتاعنا مزروع عندكم فعلا، انتوا
كنتوا بتدوروا على منتخب تلعبوه في الفترة اللي جاية يبقى فيه رؤية للعيبة الصغيرين زي الناس اللي أنا ذكرتهم النهاردة اللي خدوا وقت من اللقاء، كنتوا بتدوروا فعلا على مباراة في الفترة اللي جاية ولا لا؟ احنا كنا طبعا بندور على المباراة على يوم 20 على اساس نبص على كل العناصر الجديدة، يعني كان عندنا عناصر جديدة، محمد حمدي، احمد ايمن منصور، محمد محمود، كل اللعيبة الجديدة، لكن احنا كمان شفنا قد ايه اللعيبة جاية مجهزة، اللعيبة اللي بتلعب بره مجهزة بشكل كبير جدا، واللعيبة الموجودة حتى في مصر في اصابات كتيرة جدا وجدول الدوري مضغوط بشكل كبير، فقلنا فضلنا لا ان احنا يعني المباراة ديت ما تقامش، ونحاول الفترة اللي جاية عندنا لغاية شهر مارس عندنا متسع ان ممكن نعمل مباراة ودية نشوف فيها بعض العناصر. طيب يعني اسمع تعليق لحضرتك على موقف مثلا وليد سليمان باعتزاله للعب دولي، حابب ترد في الجزئيه ديت ولا لا؟ لا طبعا حابب ارد، لان انا بقول لوليد يعني هو استعجل شويه، انا على فكره انا يعني دايما على اتصال بوليد، عايز اقول له على فكره لو كان امم افريقيا الاسبوع اللي جاي كان وليد هيكون موجود معانا، يعني عايز اوضح النقطه ديت ان احنا كلنا كجهاز فني شايفين وليد بشكل خاص، وبنتكلم ان فعلا كلنا بنقول احسن لعيب في مصر في الفتره الاخيره، لكن احنا ما جبناهوش عشان عايز، احنا خلاص ضمننا وليد كويس، احنا كسبنا النهارده عنصرين ثلاثه اولاد صغيرين، وبالتالي دلوقتي عندنا عناصر جديده صغيره عندنا ثقه فيها، وكمان وليد عنصر مش محتاج ان احنا نطلع فيه، هي كانت بس الفتره هي اللي كانت منعانا شويه ان وليد ينضم، لكن عايز اقول لوليد لا احنا كجهاز فني شايفينك كويس، وبنقول لك لو هتستمر على هذا المستوى قبل بطوله افريقيا اكيد موجود معانا، لان عايزين ننزل في الاعمار السنيه، لكن لو واحد زي وليد كمان عنده 33 34 سنه وقادر يكسبك وقادر ياخد بدنيا تكسبك اكيد هيكون موجود، ده كلام ما فيهوش جدال، وعايز اتطرق كمان للجزء الثاني، لان في بعض الناس بتقول محمود علاء لعب نادي الزمالك، واوباما برضه شايفينهم بشكل كويس وعارفين ان محمود لعب كويس، انا كان معايا في المنتخب الاوروبي وكان معايا في المنتخب المحليين، لكن كمان كسبنا النهارده عنصر جديد زي باهر المحمدي، يبقى عندنا باهر وعندنا محمود علاء وعندنا حجازي وعندنا احمد ايمن منصور وعندنا ايمن اشرف ساعات يلعب في المركز ده، احنا بنحاول بقدر الامكان يا كابتن احنا كل مركز على الاقل في ثلاث لعيبه، وعمليه اختيار عمليه مرحله طبعا في لعيبه كويسه كانت تستحق انها تكون موجوده الفتره اللي فاتت زي وليد زي محمود علاء زي اوباما، لكن ده ما يمنعش من الفتره اللي جايه كمان ممكن نبص عليهم لو استمروا على هذا الاداء اكيد هيكونوا موجودين. طيب اخر من كلام حضرتك بغض النظر عن التويتات اللي عملها وليد سليمان، لو في اختيارات بكره او في اختيارات الاسبوع اللي جاي ممكن يبقى في حسبان. لو كان عندنا بطوله افريقيه الاسبوع اللي جاي بقول لك كان وليد هيكون موجود معانا. ده رد مفاجئ بالنسبه لنا. ماشي. لا مش رد مفاجئ ولا حاجه، لان انا قلت الكلام ده قبل كده، احنا شايفين وليد بشكل كويس، واحنا بنقول احنا يهمنا المكسب، يعني لو واحد لعيب كويس عنده 34 سنه وهيكسبك اقول لا اجيب ولد صغير؟ لا طبعا، احنا بنبني فريق وكل حاجه، لكن في نفس الوقت احنا شايفين اللعيبه بشكل كويس، وانا على فكره انا كلمت وليد فتره من الفترات وبتابع بعض اللعيبه اللي هي بتحس انها بعيده شويه عن فتره الفترات، كنت بكلم احمد علي متابعينك وشايفينك، كلمت وليد سليمان مرتين متابعينك وشايفينك، فانا بقول لك هو لو كان فعلا بطوله افريقيا الاسبوع اللي جاي كلنا متفقين اجيب طيب. واحنا وكلنا متفقين ان هو اكيد كان هيكون موجود معانا يعني. طيب بتدوروا على منتخب قوي تلعبوه قبل كاس الامم الافريقيه تحديدا يعني؟ ده صحيح، يعني قبل الامم الافريقيه بنحاول ندور على فريق، بس فريق افريقيا يعني احنا بندور على فريق ما بين ومين ومين يعني الارجح ايه مثلا؟ نيجيريا، الكاميرون؟ على نيجيريا، الكاميرون، غانا، فريق التصنيف اول السنغال فريق محترم، يعني بنحاول ندور على مباراه قويه قبل بطوله الامم على اساس ان تكون ممكن بعد القرعه ممكن يقدر ممكن بعد القرعه بقى ممكن طبيعي طبعا عشان يقدر يحدد 100% معانا يعني. كابتن حشيش عايز يقول لحضرتك حاجه، اتفضل يا كابتن. يا كابتن هاني طبعا ببارك لك وبحييك على الوجوه الجديده اللي موجوده في المنتخب، صلاح محسن، محمد محمود، طاهر، محمد طاهر اللي نزلوا واديت لهم في وقت طبعا كان صعب، يعني الفرقه كانت متعادله ومع ذلك يعني اشركتهم، واللي عاجبني ان هم ما كانوش لما نزلوا ما كانوش غربه عن التيم طبعا، يعني فعلا عندهم ثقه في نفسهم كويس، عندهم ثقه في نفسهم، يعني صلاح محسن مع الوان تو بتاع الجون اللي هو اللي بتاع صلاح الاخير طبعا كذلك محمد محمود برضه في نص الملعب الراجل كان واثق في نفسه وبيلعب، فده احنا بنشم من التغييرات دي ان فيه يعني ريحه كده تغيير جلد للمنتخب خلال الفتره الجايه، وانت بتقول لسه فتره كبيره على الامم افريقيا.
ده صحيح. يعني احنا بقى ماشيين في السكه ديت. مش عايز انسى محمد حمدي لاعب كامل في الباك شمال عنده 23 24 سنه. مش عايز انسى احمد ايمن منصور لعيب صغير عنده 24 سنه. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نجدد العناصر. عايزين ننزل بمستوى الاعمار ل 24 25 سنه. صحيح. في نفس الوقت لا طبعا ما يكونش ده غنى برضه عن الخبره شويه. مش عايزين كل الناس يعني عندها 24 سنه لكن متوسط الاعمار ينزل. عايزين نكسب اولاد جديده. ودي صمت الحياه ان لازم في تجديد وفي لعيبه صغيره طالعه في منتخب اولمبي بنبص عليه بشكل كويس. في لعيبه مميزه ان شاء الله ممكن يكون ليها دور الفتره اللي جايه. ويعني مع طبعا يا كابتن هاني الاحتفاظ برضه بالعناصر الخبرات طبعاً. لان انت محتاج انت عارف المسابقات المجمعه زي الامم الافريقيه بالتحديد بتحتاج لعيبه على مستوى عالي وخبرات. يعني طبعا انا لما بقول متوسط اعمار 25 26 سنه يعني في لعيبه عندها 30 وفي لعيبه في لعيبه عندها 20. مفيش بتحتاج لعيبه عندها الخطوات الدوليه الكبيره. ولكن لما احنا نبني كمان معاهم ثلاث اربع خمس عناصر صغيرين يبقى احنا كمان بنكسب عناصر صغيره بشكل كويس. طيب ده السؤال ده اللي كنت او الاستفسار اللي كنت اقوله لحضرتك. يعني انتم محددين ما بين خمس او ست لعيبه شباب في الفتره اللي جايه يا كابتن هاني؟ يعني احنا بندور على كده ان شاء الله باذن الله. عندنا بعض العناصر عندنا بعض الاسماء بنتابع مع الكابتن شوقي غريب بنتابع الدوري الاولاد الصغيرين بنحاول بقدر الامكان ان احنا ندخل خمس ست عناصر صغيرين مع طبعا عناصر الخبره اللي موجوده ويكملوا معاكم الكاس الامم مظبوط؟ ويكملوا معانا كاس الامم اكيد مفيش اي خدمه يا كابتن هاني انت تؤمر. كابتن هاني الف الف مبروك اداء رائع جدا ويا رب الاستمراريه على طول. شكرا جزيلا يا كابتن. كابتن هاني حابب تعلق على الكلام ده؟ اعتقد ان هو يعني وضح حاجات كتير. لا وضح طبعا. كنا بنساله على موضوع وليد